العمل بعنوان أرض الحضارة، وهو إهداء من أبناء محافظة مسندم إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى شعب السلطنة الغالية. طبعا العيد الوطني 48 المجيد، وإحنا في تحضيرات من خلال من بداية الشهر في المحافظة، وتجهيزات جدا جميلة وعلى قدم وساق. العمل هم كلماتي وألحاني، وهي تعبر عن حب ومشاعر وعرفان وولاء وانتماء أبناء محافظة مسندم للقيادة والسلطنة.